يقول: بعض حلقات تحفيظ القرآن إذا ختم أحد الطلاب ختم القرآن فإنهم يجتمعون عنده وقت الختمة ويباركون له ويضعون له حفلة مصغرة بمناسبة حفظه للقرآن، يقول: هل هذا العمل جائز أو هو من البدع المحدثة؟ لا، هذا جائز وليس من البدع، هذا تكريم حفظة كتاب الله وتشجيعهم، يجوز مثل هذا. نعم.